للمزيد حول أداء الأسواق العالمية تنضم إلي الآن محللة الأسواق المالية نادية البلاسي. أهلا وسهلا بك سيدة نادية معنا. دعينا نبدأ من الخبر المنتظر، قرار المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة والذي سوف يصدر بعد قليل، لذلك مهم نعرف منك التوقعات. صحيح، يعني أولا شكرا على الاستضافة. توقعات السوق للمركز الأوروبي اليوم يعني ثاني تخفيض لأسعار الفائدة، طبعا وفقا عن البيانات التي تأتي من اليوروزون التي تأتي بشكل سلبي، وأيضا في ركود يعني ركود تقني، وتأتي هذه البيانات يعني ميررز أو يعني تعكس الصورة في أوروبا، وهي صورة تشاؤمية، لذلك لازم أن يخفضون أسعار الفائدة. واليوم ننتظر هذا التقرير. وأيضا بما يخص تحركات اليورو، ممكن أن نرى الضغط الشديد على اليورو أوريدي عند مستويات 1.10 الآن مستويات هذا، وممكن أن نشهد أيضا مستويات ضعيفة جدا لليورو اليوم عند مستويات 1.09 وما أدنى ذلك. يعني فينا نقول أنه أكيد خفض أسعار الفائدة في أوروبا اليوم. ممكن، نعم. طيب نادية، دعينا نبقى نتحدث عن أسعار الفائدة، لكن ننطلق باتجاه الولايات المتحدة اليوم، خاصة وأنه ارتفاعات الذهب يلي عم نشوفها في الفترة الأخيرة المحللون يربطونها ارتباطا وثيقا بقرب إعلان الفيدرالي الأمريكي لخفضه لأسعار الفائدة، خاصة وأنه الأسبوع المقبل سيتم إصدار هذا القرار. شو التوقعات أيضا؟ يعني وفقا على البيانات التي شهدناها يوم أمس، أسعار مؤشرات أسعار المستهلكين كان في ارتفاع طفيف بأسعار المستهلكين الأساسي، ولكن المؤشر الهيدلاين سي بي آي كان يعني انخفض بشكل كبير، يعني من 2.9 إلى 2.6%، وهذا يعني انخفاض كبير، ولكنه لأنه تماشى مع التوقعات ممكن أن نشهد الآن يعني توقعات تشير إلى 25 نقطة أساس تخفيضات بربع مئوية، وطبعا يعني انخفضت هذه الاحتمالات التي كانت ترجح 50 نقطة أساس تخفيضات بهذه الدرجة، فالآن الأسواق تتفاعل مع هذا الأمر. ولكن يعني هل سيكون تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كافية لتخطي الذهب أو كسر مستويات الريكورد هاي الذي شهدناه منذ الشهر اللي هو 2530؟ هذا هو سألك هذا السؤال، هل ستكون كافية؟ ممكن أن نرى ارتفاعات، ولكن أعتقد أن الأسعار سعرت هذا الشيء منذ يعني من سنة أن سيكون في هذه التخفيضات المحتملة، وأعتقد أيضا في انتظار 50 نقطة أساس هذا كان شيء أيضا ممكن أن يضغط على الذهب بشكل كبير، فيعني سنرى هذا الموضوع الأسبوع الجاري. إذن إلى الآن هو مستفيد من قرب خفض أسعار الفائدة الذهب. ننتقل للحديث عن أسعار النفط، هي على ارتفاع اليوم لكنها بعيدة عن ارتفاعات اللي وصلتها منذ بداية العام، شفنا مستويات. ننتقل للحديث عن أسعار النفط، هي على ارتفاع اليوم لكنها بعيدة عن ارتفاعات اللي وصلتها منذ بداية العام، شفنا مستويات مرتفعة للنفط. هل ممكن أنه أسعار النفط تعود إلى هذه الارتفاعات، أم أنها مؤهلة للبقاء ضمن هذه المستويات؟ أعتقد أن قرار أوبك بلس برفع الإنتاج بداية من أكتوبر الذي تم يعني ديلي في هذا القرار ضغط بشكل كبير على منتج أكثر من 15% من الإنتاج الذي يأتي من الولايات المتحدة. هذا الشيء ممكن أن يدعم الأسعار بشكل كبير، ولكن أيضا إذا استمرت الاضطرابات في ليبيا أيضا ممكن أن تدعم أسعار النفط، ولكن أعتقد الأنظار كلها تراقب هذا القرار من أوبك بلس. إذا تم إلغائه طبعا أسعار النفط ستستفيد بشكل كبير أيضا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك نادية البلاسي محللة أسواق مالية. شكرا جزيلا.